الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عليك يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم in
فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات
مغفرة فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ارضى عليه صل على حضرة النبي فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا
كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور اشكر الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. طب نكمل ايه؟ طيب ماشي وصل. احنا في نصف الايه كده. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والله ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
ينقص من عمري إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار يولج الليل في
مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني والله هو
الله يرحمه الله يرحمه يا يذبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى ولا الظلمات ولا النور
أكبر. عليك بنا حافظ عليك. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا المصافحة للإخوة الضيوف. إخواننا أهل البلد يتفضلوا مشكورين ويدوا فرصة لإخواننا الضيوف. شكر الله سعيكم جميعا والمصافحة للضيوف. وهكذا خطابنا الإسلام كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة إذاعة الهندسية عمر الكهربائية إدارة أبو وديع وأحمد غازي المقيمين بنشا مخازن الفراشة الخضراء والخدمة الفندقية الممتازة إدارة المعلم وائل زينب سليمان المقيم بنشا